السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وجبه غداء او عشاء اللي كتجي اكثر من رائعه، وجبه بطريقه مختلفه واللي من بين المكونات ديالها الرئيسيه زهره القرنبيط او شي فلور مع سمك السردين. بطبيعه الحال بغيتو تعرفوا معايا طريقتي في التحضير ديال هذه الوصفه هذه، فما عليكم الا تتابعوني الى الاخير. واول حاجه ما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، وكذلك ما تنساوش تخليوا لي تعليق من تعليقاتكم الجميله والرائعه اللي كتشجعني على العطاء وعلى المزيد. بالنسبه للوصفه ديالنا، اول خطوه تناخذ واحد الشيفلوره من حجم متوسط اللي تنقطعها هكا الى قطع كما كتشوفوا، بعد ما كننقيها تنحيد لها داك الخضوره ديالها اللي كتكون فيها في التحت ديالها والجدر، وتنقطعها هكا على هذا الشكل هذا. كنقطعها الى نصف على هذا الشكل، وغادي نغسلها جيدا بالماء والملح. غادي بعد ما نكملها غادي نغسلها بالماء والملح مزيان ونعاود نسقطرها مزيان ونرجع معكم. من بعد كناخذ واحد زلافه صغيره وغادي نضع فيها التوابل. بالنسبه للتوابل عندي شويه ديال المليحه، القليل من الفلفله الشونيه او السودانيه، معلقه صغيره من القزبر يابس، القليل من الفلفل الاسود، ملعقه صغيره غير مملوءه من بودره الثوم، هذه بالنسبه بالاعشاب، القليل من الكركم او الخرقوم البلدي. وغادي نضيف الصلصه العجيبه اللي سبق لي وحضرتها في قناه ديالي، واللي غادي نخلي لكم الرابط ديالها. هذه الصلصه هذه اللي ما كتخطانيش واللي كنوضعها في اغلبيه الوصفات. هنا وضعت جوج ملاعق صغيره، فهي كتبقى بديل التحميره اللي هو بديل صحي ولذيذ وكيعطي مذاق رائع للاكل ديالنا والاطباق ديالنا. ثم كنضيف واحد نص حامضه، العصير ديال نصف ليمونه حامضه، زيت الزيتون ما يعادل واحد المعلقه كبيره عامره، وغادي نخلط مزيان حتى كنحصل على واحد الصلصه اللي هي متجانسه. ثم غادي نجيب واحد الاناء اللي كيدخل الفرن، كنضيف ليه شويه ديال زيت الزيتون، كندهنو مزيان، ثم كناخذ الشيفلور وكندهنو من الجهه التحتانيه اللي غادي نحطها على الطبسيل اللي كتكون هي في الاسفل، وكنبقى كنستفو هكا في الطبسيل. فهنايا راني شعلت الفران على درجه حراره 220 من الفوق ومن التحت، على ما نكون وجدت الشيفلور على ما يكون الفران سخن. غادي نستمر حتى غادي نكمل، يعني الشيفلور كامل غادي ندهنو ونحطو في الصينيه اللي كتدخل الفرن. كنحاولو هكا نقادو مع بعضياتو ونملؤو الفراغات. صافي، هنا بعد ما كملت غادي نكمل ما تبقى من الصلصه، غندهن بها الجهه الفوقانيه ديال الشيفلور. فانا هنا عندي فرن يعني من نوعيه جيده تيطيب دغيا. بالنسبه للاخوات اللي ما كيتوفروش على فرن يعني من نوع جيد، كيكون عندهم غير فران عادي اولا ديال الغاز، فمن الاحسن انكم تسلقوه واحد نص سلقه، فتسلقوه شويه واحد 3 ديال الدقائق. ثم غادي نغطيه بورق الخبز مع بابي الومنيوم وغادي ندخلو الفران كيطيب. غادي نوضعو في الفرن كيطيب على درجة حرارة 200 من الفوق ومن التحت، وغادي نرجعو باش نكملو الوصفة ديالنا. ثم كناخذ نفس الزلافه اللي وضعت فيها الصلصه، كناخذ هنا جوج د الفصوص من الثوم
كنقوم بالهرس ديالهم. كنضيف شويه ديال المليحه، معلقه صغيره من القزبر يابس، القليل من الفلفله السودانيه، القليل جدا من الفلفل الاسود او الابزار، والقليل من السكنجبير. وغادي نضيف واحد نص معلقه ديال الكمون، ثم شويه ديال الزعتر اللي كنحكو مزيان، كنضيفو باقي المكونات، وكناخذ نفس المعجون المعجون ديال الفلفله اللي سبق لي وحضرت. وغادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو. ضفت منه هنايا معلقه صغيره، ثم غادي نضيف نصف عصير برتقال، عفوا ليمونه حامضه، فهذا النصف الثاني وضعته في الصلصه اللي غادي نوضع فيها السمك. كنضيف شويه ديال زيت الزيتون، واحد المعلقه صغيره، وكنحرك مزيان. ثم غادي ناخد سمك السردين اللي بطبيعه الحال كننقيه وكنزولو ليه السلسل ديالو الامعاء، تنغسلوه جيدا ونخليوه يتسقطر مزيان وينشف. ثم هنا خديت واحد البلاستيك غذائي اللي غادي نوضع فيه السمك، فانا كنوضعو بالوحده بالوحده هكا باش ما يخسرش. كما كتشوفوا راه نضفته مزيان، وغادي نضيف ليه الصلصه. ثم كنسد عليه البلاستيكه وتنحركو مزيان حتى كياخد كل هاد الصلصه، كيتلبس بالصلصه هكا. كنختصرو هكا في المواعن، كنختصرو في الوقت بطبيعه الحال. ثم كنضيف واحد جوج معالق ديال السميده الرقيقه، وغادي نعاود نحركو مزيان صافي. وغادي ننزلو، غادي ننزلو باش نضيفو الطبق ديالنا صافي. هنا غادي نخرج الشيفلور من الفرن كيف ما كتشوفوا، في مرات هنا تقريبا واحد 15 دقيقه، فتقريبا الشيفلور ديالنا راه واجد. غادي نضيف ليه هكا السردين كيتشو من الفوق، وفي نفس الوقت كيطلق المذاق ديالو في الشيفلور، كيعطي واحد المذاق في الشيفلور. هنا للاسف تقطعت ليا اللقطه اللي كنت كننزل فيها السمك، فبعد ما نزلته هكا كنستفو على هذا الشكل هذا. وغادي ندخلو الفرن 10 حتى 15 دقيقه، وكيكون الطبق ديالنا واجد. ودابا غادي نوضعو في الفرن وغادي نمرو باش نوجدو الطبق المرافق اللي غادي نرافق به الطبق هذا. كيف ما كتشوفوا هنا سقيتو بشويه ديال زيت الزيتون، وغادي نردو يتشوى في الفرن ونرجع معكم. هنا خديت واحد الطنجره كنوضع فيها كميه من زيت الزيتون، واحد المعلقه، غادي نضيف لها بصيله صغيره اللي شلطتها رقيقه، شويه ديال الملحه، وغادي نخلي البصيله كتشحر على عافيه مهيله فوق نار هادئه، نخليها تشحر مزيان على ما نوجد باقي المكونات. في الوقت اللي البصله كتشحر، فانا خديت زلافه ديال العدس تقريبا واحد 200 غرام، غسلتها جيدا، كنت رقدتها من قبل فانا رطبتها من قبل واحد الساعه، ودابا كنغسلتها مزيان ووجدتها وسقطرتها. ثم كنضيف 3 ديال الفصوص من الثوم، غادي نخليها الثومه حتى هي كطلق المذاق ديالها في الزيت وتشحروا شويه. ثم غادي نضيف التوابل، معلقه صغيره من القزبر، شويه ديال الفلفله السودانيه او شونيه، نص معلقه من الكركم، قليل جدا من الفلفل الاسود او الابزار. وغادي نضيف المعجون العجيب، معلقه صغيره راه هي كافيه، كتعطي مذاق وكذلك كتعطي لون للعدس. وكنخلط جميع المكونات. ثم هنا كنضيف العدس بعد ما صفيته. بالنسبه للعدس فانا رطبته ساعه من قبل، فقد ما رطبنا العدس قد ما كيطيب معنا بسرعه، ما كياخذش لنا وقت كثير، خاصه الا كان من نوع جيد اللي كيطيب دغيا ما كيتعطلش بزاف. وغادي نضيف الماء اللي مغليه من قبل حتى كنغطي على العدس. انا غادي نحرك
وغادي نضيف شويه د الماء، وغادي نسد الطنجره ونخليها على عافيه مهيله حتى كيطيب العدس. فعلى ما كيوجد السمك اللي دخلنا الفرن غادي يوجد معنا العدس ان شاء الله. هنا صافي العدس ديالنا راه قريب يوجد، غادي نقلبوه صافي. هنا غادي نضيف ليه القزبر المعدنوس اللي قطعته رقيق، ثم غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال الكمون، وغادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون ونخليه يكمل الطياب ديالو، ونرجع معكم تشوفوا معايا الطبق ديالنا بعد ما كملناه. هنا كنضيف قطرات من الليمون الحامض غير قلال، وكان هذا هو الطبق ديالنا، طبق كيجي اكثر من رائع، لذيذ جدا وشهي جدا، والمنظر ديالو كيف ما كتشوفوا معايا كيجي غزال. فانا رافقته بشوربه العدس كيف ما كتشوفوا، ورافقته بسلطه ديال المطيشه مع الخس. نتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم، وإلى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك، ولا كنتو كتزوروا القناه لاول مره ما تنساوش تشاركوا معايا، والى اللقاء.